حللني يا أبونا مكارم. دمك حليب. بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. بشكركم على احتمالكم لضعفي، وموضوع في رأيي شيق ومفيد ومهم وله جانب دراسي، لكن هو أساسا موضوع حياتنا، مستقبلنا الأبدي، وبالتالي ده موضوع مهم فعلا. آخر موضوع هنختم بيه بقى، وده هتلاقوه بنعمة ربنا ثالث أو سمعته عنه كتير، هو علامات المجيء الثاني. أظن السكرين باينة مش كده؟ أيوة يا أبونا، كله كويس. شكرا يا أبو. طيب بصوا بقى، علامات المجيء الثاني موجودة في متى ومرقس ولوقا، وانتوا عارفين دول بيسموهم synoptic gospels، يعني الأناجيل المتقارنة أو المتقابلة، يعني قريبين لبعض في حاجات كتيرة. من أكتر الأمور المتشابهة جدا هي علامات المجيء الثاني اللي ذكرها رب المجد يسوع وتسجلت في الثلاث أناجيل، وده معناه أن الآباء كانوا حريصين جدا على الجزء ده لأنه متشابه جدا. فأنا في كل اللي هقوله هجيب لكم من الثلاث أناجيل دول بالذات، ويوحنا ما عادش لأن الناس كانت عرفت خلاص الموضوع ده بالتفصيل. بيقول: خرج يسوع مضى من الهيكل، فتقدم تلاميذه لكي يروه أبنية الهيكل. قال لهم يسوع: أما تنظرون جميع هذه الحق؟ الحق أقول لكم، لا يترك هنا حجر على حجر لا ينقض. خلي بالكم الكلام هنا كان عن خراب الهيكل. وفيما هو جالس على جبل الزيتون، تقدم إليه التلاميذ على انفراد قائلين: قل لنا متى يكون هذا، وما هي علامة مجيئك وانقضاء الدهر؟ بصوا، هما السؤال شبكوه في بعض: متى يكون هذا اللي هو إيه، لا يكون حجر على حجر، يعني الهيكل لا يخرب إمتى، وما هي علامة مجيئك؟ هم اعتبروهم سؤال واحد بس هم سؤالين، ومن هنا بتيجي اللخبطة. فربنا يسوع هيجاوب على السؤالين ضمنيا لأن في حاجات مشتركة: إمتى يخرب الهيكل، وإمتى علامات المجيء وانقضاء الدهر. أجاب يسوع وقال لهم: انظروا لا يضلكم أحد، كثيرون سيأتون باسمي قائلين أنا هو المسيح. بأهم تحذير هو اللي اتقال قبل كده في المحاضرتين اللي فاتوا، حد يجي على الأرض يقول أنا المسيح يبقى مضلل على طول، لأنه بيتكلم على انقضاء الدهر ومجيئه التاني. إذن أول نقطة مهمة أحبائي هو تداخل فكرة نهاية أورشليم أو خراب الهيكل مع نهاية العالم، لأن اليهود كان عندهم الاعتقاد ده لو الهيكل اتهد العالم يخلص. فربنا يسوع طبعا الحقيقة مش كده، لكن هيجاوب على النقطتين: نقطة خراب الهيكل أو نهاية أورشليم، والأهم نهاية العالم. وهنا المكان موضوع ده عرضة للتضليل زي ما ذكر المسيح. أول نقطة هنسميها الحروب أو أخبار الحروب، ومعها كم تحبيشة تانية كده: مجاعات وأوبئة وزلازل وكورونا. إحنا هنا في الحتة دي. يبقى أول نقطة: سوف تسمعون بأخبار بحروب وأخبار حروب، يعني يتشوفوا الحرب بعينيكم، يسمعين عن حرب جنبكم. انظروا لا ترتاعوا، لابد أن تكون هذه كلها ولكن ليس المنتهى بعد. يعني إيه دي كلها؟ عشان الناس تتوب وتستعد، تقوم أمة على أمة ومملكة على مملكة، ده بسبب الشر بتاع الناس، وتكون مجاعات وأوبئة وزلازل في أماكن. يبقى أول علامات تسبق المجيء الثاني، ودي بنشوفها كتير: أوبئة، مجاعات، وزلازل وحروب. والحمد لله عايشين في كورونا وسمعين عن حروب، إذا إحنا نقدر نعتبر نفسنا في المرحلة دي. هروح لمرقس، خلي بالكم احفظوا متى 24، مرقس 13، لوقا 21، قايلين نفس الكلام: إذا سمعتم بحروب وأخبار حروب لا ترتاعوا، لابد أن تكون ولكن ليس المنتهبة، تقوم أمة على أمة، مملكة على مملكة، تكون زلازل في أماكن، تكون مجاعات واضطرابات. هذه مبتدأ الأوجاع. مبتدأ الأوجاع يعني دي مش النهاية، لكن دي بدايات النهاية. وبالتالي أحبائي إحنا دايما منتبهين أنه النهاية قربت طالما الحاجات دي قدام عينينا. معلمنا لوقا قالها إزاي: إذا سمعتم بحروب وقلاقل لا تجزعوا. لابد أن يكون هذا أولا، ليه؟ لأنها فرصة الناس تتوب، ولكن لا يكون المنتهى سريعا،
ثم قال لهم تقول أمة على أمة ومملكة على مملكة. تاني نقطة، يبقى أول علامة يا جماعة احفظوا معايا الحروب والتحابيش اللي معاه، لأنها كلها حاجات بتموت عدد كبير من البشر، مجاعات، أوبئة، زلازل، أكترهم الحروب. تاني خط في العلامات ده الاضطهاد. هذه كلها مبتدأ الأوجاع، حينئذ يسلمونكم إلى ضيق يقتلونكم، تكونون مبغضين من جميع الأمم لأجل اسمي. في حاجة خاصة بقى بشعب الله نفسه، إن في ضيق واضطهاد. برضو هتقولوا لي ده في كل جيل، وماله، والمسيح في كل جيل عاوز يقول إيه؟ النهاية قربت. حينئذ يعصر كثيرون ويسلمون بعضهم بعضا ويبغضون بعضهم بعضا. يعني مش كل المسيحيين جدعان وهيفضلوا ثابتين، في كل جيل في ناس بايه بتتلخبط. طب ده مت، بصوا بقى نلاقي مرقس قالها ازاي، يقولها بتفصيل اكتر. انظروا لنفوسكم، سيسلمونكم لمجالس وتجلدون في مجامع، توقفون امام ولا وملوك من اجل شهادة لهم، وينبغي ان يكرز اولا بالانجيل في جميع الامم. متى ساقوكم لسلموكم؟ لا تعتنوا من قبل بما تتكلمون ولا تهتموا مهما أعطيتم في تلك الساعة بذلك تكلم، لأن لستم أنتم المتكلمين بل الروح القدس. سيسلم الأخ أخاه للموت، والأب ولده، والأولاد على والديهم. تكونون مبغضين من الجميع من أجل اسمي، ولكن الذي يصبر إلى المنتهى زاخر. معلمنا لوقا، معلش استحملوا الوعظة دي سهلة، بس فيها ايه نصوص كتيرة، لان احنا على طول بنبص على المقابل عند متى ولوقا ومرقس، عشان كلهم قالوا اللي قالوا المسيح. لوقا يقولها ازاي؟ يلقون ايديهم عليكم، يطردوكم، يسلموكم لمجامع وسجون، وتساقون امام ملوك وولاة لاجل اسمي، يقول ذلك لكم شهادة. ضعوا في قلوبكم لا تهتموا من قبل كي تحتجوا، أنا أعطيكم فما وحكمة لا يقدر جميع معانديكم يقاوموها أو يناقض. سوف تسلمون من الوالدين والإخوة والأقرباء والأصدقاء ويقتلون، تكونون مبغضين من الجميع من أجل اسمي، وشعر من رؤوسكم لا تهلك. برضو تستغربوا في موت وشعر من رؤوسكم لا تهلك، يعني إيه؟ يعني خلاصكم غير مهدد، أبديتكم محفوظة، مش الشعر العادي ده الرقبة هتطير كلها، لكن يعني ايه ما تخافوش على ابديتكم او على نفسكم. تاني نراجع، يبقى مجموعة العلامات الاولى هي الحروب، الاوبئة، المجاعات، الزلازل. المجموعة التانية كل صور الاضطهاد والاستشهاد والضيقات الواقعة على الكنيسة. الخط التالت، الخط التالت من العلامات يكرز بالإنجيل. يعني تستغربوا مع زيادة الاضطهاد، الحقيقة أن كل اللي أنا بقوله وانتوا قاعدين تسمعوا كده تقولوا الله يبقى قربنا، لأن كل ده موجود دلوقتي. لا، النص اللي مكتوب هنا معلش مش دقيق، سامحوني، إنما هو في متى 24 الجزء الخاص بتاع كرازة بالإنجيل. مرقس قالها ازاي؟ ينبغي ان يكرز اولا بالانجيل في جميع الامم. ولوقا قال يقول ذلك لكم شهاد. يبقى كلهم اكدوا على انه هيبقى في كرازه وانتشار للانجيل شديد قوي قبل النهايه. يبقى في شر بيزيد وفي خير بيزيد. فاكرين مثل الزوان؟ دعوهما ينميان معا. شر ممثل في الحروب بالذات اللي هتفتك بملايين من البشر. كمان في اضطهاد مكثف على الكنيسة، ومع كده في انتشار للإنجيل، وحتى وسط الاضطهاد في انتشار في جميع الأمم. كمان ندخل بقى على حاجة خاصة بأورشليم. هنا قطع الكلام رب المجد يسوع وركز على حاجة هم عارفينها خاصة بأورشليم بقى، ودي اللي بتلخبط ساعات في التفسير. أنا رجعت المتة دلوقتي، أنا كده في متة 24 تاني. متى نظرتم ركسة الخراب؟ يبقى ده يحضرها الجيل اللي بيسمعوه دلوقتي، يعني من السامعين كلام ده مثلا 33 ميلادي، سنة 70 ميلادي هيشوفوا بعينيهم. متى نظرتم بقى ركسة الخراب اللي أنا شرحتها أول محاضر، إن الهيكل خربان ومرجس، يعني داخل فيه وسن، اللي قال عنها دانيال النبي قائمة في المكان المقدس
افهموا بقى، اعملوا ايه؟ ليعرب اللذين في اليهودية للجبال وعلى السطح ما ينزلش ياخد حاجة من بيته يجري، واللي في الحقل ما يرجعش ناحية بيته ياخد بعضه ويطلع الجبل بسرعة. الكلام ده حصل حرفا، ان المؤمنين الرسل فضلوا يحفظوهم الكلام ده، اول ما الحصار جه كله طلع الجبال. حصل مذبحة خدت حوالي 500,000 يهودي ما كانش فيهم مسيح، لان المسيحيين سمعوا الكلام هربوا للجبال. اليهود قالوا لا يمكن اورشليم هتخرب، فضلوا قاعدين جوه اورشليم، كان الرومان مستحلفين لهم وكانت مذبحة فظيعة جدا. وويل للحبالة والمرضعات في تلك الأيام. وصلوا لكي لا يكون هربكم في الشتاء، لأن الحصار طول، الشتاء كان صعب جدا في الجبال بقى، ولا في سبت لأنهم وقت السبت ما بيتحركوش، يكون حينئذ ضيق عظيم لم يكن مثله منذ ابتداء العالم إلى الآن ولن يكون. بص الجزء ده ينطبق حرفا على أحداث سنة 70 ميلادية، وفعلا خراب الهيكل والرجاسة، وفي نفس الوقت هروب المسيحيين للجبال، والمذبحة اللي حصلت للحبالة والمرضعات، والشتاء القاسي جدا اللي جه، كل ده حصل. إنما أباء الكنيسة لأنه لا يعنيهم ما حدث لأورشليم، قروا الكلام ده وطبقوه رمزيا على المجيء التاني. بمعنى إيه؟ قالوا اللي على السطح ما ينزلش البيت، يعني اللي مركز مع ربنا على السطوح ما يرجعش تاني يهتم ببيته، يعني اللي واخد حياته الروحية حلو ما ينزلش خطوة وينشغل ببيته، مش وقته خالص. واللي في حقل الخدمة ما يرجعش لورا ينشغل بمادياته، يبقى اللي على السطوح عايش حياة تأمل ما ينزلش البيت ياكل وش، واللي قاعد في حقل الخدمة ما تشغلوش ثيابه وفلوسه، والحبالة اللي شايلين خطية يولهم فيلحقوا يتوبوا بسرعة، واللي بيرضعوا الخطايا يعني الثعالب الصغار هتبقى الحكاية صعبة. وصلوا ما يجيش علينا نهاية العالم ونكون في شتاء روحي، يعني ما نبقاش بردين ومريحين السبت، لأن لو جات علينا الأيام دي وإحنا مريحين وفطور وكده هتبقى وقعتنا بيضة يعني. واضح؟ تعالوا نروح بقى مرقس قالها إزاي. كلهم قطعوا الكلام عن الأحداث الأخيرة، مجاعات وحروب وأوبئة وزلازل واضطهاد وكرازة بالإنجيل في العالم كله، رجعوا أورشليم عشان المسيح يجاوب على السؤال المحدد بتاع أورشليم بالذات يحصل فيها إيه، بعدين رجع تاني يتكلم عن نهاية العالم. متى نظرتم ركسة الخراب اللي قال عنها دانيال؟ ده كلام مريم مرقس بقى. فليعرب اللي في اليهودية للجبال واللي على السطح ما ينزلش نفس الكلام ولا يدخل ياخد من بيته شيء، واللي في الحقل ما يرجعش ورا، وما تهربوش في الشتاء لأنه هيبقى ضيق صعب قوي. مرقس 13. ما لوقا قالها ازاي؟ متى رأيتم أورشليم محاطة بجيوش؟ لوقا أوضحهم بقى، كلم بشكل حرفي، لما تشوفوا أورشليم متحوطة بجيوش اعرفوا ان جه خرابها. فكان الكلام هنا لا يحتمل التأويل، كان كلام حرفي. اهربوا بقى للجبال، واللي في وسط أورشليم يطلع براها، واللي في الكور ما يدخلهاش. هذه أيام انتقام، انتقام من اللي اتعمل في صليب المسيح ومن اللي اتعمل في الأنبياء في أورشليم. فاكرين لما المسيح قال قبلها بإصحاح، سيأتي عليكم كل دم زكي سفك على الأرض، من دم هابيل الصديق إلى دم زكريا اللي قتلته بين الهيكل والمذبح، فأكملتم مكيال أباكم. يعني يا أورشليم مستنيك أيام وحشة أوي. فهنا شرح اللي هيحصل لها بالضبط. ويل للحبالة والمرضعات، يكون ضيق عظيم على الأرض وسخط على هذا الشعب بالذات، ويقعون بفم السيف ويزبون إلى جميع الأمم. تعرفين من سنة 70 ميلادية اليهود تشتتوا في العالم، ما رجعوش غير في 1948، ودي اللي خلت تبقى في مسيحية صهيونية بتقول المسيح يجي أورشليم ويقعد في أورشليم، والكلام اللي قلناه ده مش تبعنا. تكون أورشليم مدوسة من الأمم، يعني أورشليم هتدهس بالأمم، وده حصل طبعا من سنة 70 ميلادي. نرجع لإيه بقى؟ للسؤال الأساسي، نهاية العالم يسبقها إيه؟ قلنا ثلاثة كبار، موضوع مبتدأ الأوجاع ممثل في الحروب والمجاعات والزلازل والأوبئة، موضوع معايا ولا انت تهتم؟ تاني نقطة إيه؟
الضيق والاضطهاد اللي هيجي على الكنيسه والكرازه بالانجيل. رابع نقطه اساسيه الانتي كرايست، اللي هي بقى دي اللي خدناها المحاضرتين اللي فاتوا او المحاضره الاولى بالذات، ان الانتي كرايست معناها ملك المسيح واستقرار الكنيسه وانتشارها السريع. هيحصل له بقى اي ازمه، لان ايه الشيطان هيتفك، هينزل بالورقه الاخيره الانتي كرايست، هي ايه يعني يتعب الكنيسه جدا. هنا متى يقول ايه؟ لو لم تقصر تلك الايام لم يخلص جسد، لكن لاجل المختارين تقصر. لو حد قالكم ان المسيح هنا او هنا، عرفوا انه كذاب. يبقى هنا بيشاور ان مع الاضطهاد الشديد هيبقى في الدجال، هيطلع مسحاء كذبة، لان في كل جيل بيطلعوا انبياء ويعطون ايات عظيمة وعجائب حتى يضلوا لو امكن المختارين. انا سبقت وقلت لكم، قلت لكم ايه؟ انا هاجي على السحاب مش هاجي على الارض. ان قالوا لكم هو في البريه ما تطلعوش، قالوا في البيت ده ما تروحوش. المسيح لا يطلع بريه ولا يطلع مخادع، الكلام ده وقت التجسد بس، بعد الصعود خلاص هيجي تاني على السحاب مش هيجي على الارض. تعالوا نشوف مرقس قالها ازاي. ان قال لكم حد هو زي المسيح هنا او هناك ما تصدقوش، يطلع مسحاء وكذبه أنبياء ويعطون آيات وعجائب ويضلوا المختارين. وأنا سبقت وقلت لكم، شوفوا المسيح بيكرر ليه؟ لأنها حاجة مهمة قوي، ياكو تصدقوا واحد ماشي على رجلين. أخيرا بقى لوقا، هنا مركزش على الحتة دي لكن متى ومرقس. يبقى النقطة بقى الجوهرية بقى قبل المجيء الثاني، الطبيعة نفسها تنهار بقى. يبقى فكركم بالأربع نقط. النقطة الأولى كانت مبتدأ الأوجاع، علامات المجيء تبدأ بأن إيه؟ ناس كتيرة بتموت في الحروب والزلازل والمجاعات والأوجاع. بعدين اضطهاد خاص على الكنيسة شديد، وكرازة بالإنجيل رغم الاضطهاد في العالم كله. وبعدين دخلنا في الإيه؟ مرحلة بقى الأنتي كرايست والارتداد والضيقة العظيمة والكلمة دي. آخر حاجة قبل المجيء بقى، أن الطبيعة نفسها بتقول خلاص المسيح جاي، فتبتدي بقى حاجات ظواهر طبيعية مخيفة ما حصلتش في التاريخ قبل كده، الدنيا بتقفل بقى. فبيقول في متى ايه؟ الوقت بعد ضيق تلك الأيام تظلم الشمس والقمر لا يعطي ضوءه والنجوم تبتدي تتساقط وقوات السماوات تتزعزع، حينئذ يبصرون ابن الإنسان. وكان بيقول لهم المسيح هيجي زي البرق من الشرق للغرب. مجيء ابن الإنسان هيبقى فوق كده، الناس بتبص لفوق مش بتبص لتحت. طيب مرقس قالها ازاي؟ بعد تلك الأيام أو في تلك الأيام تيجي بقى الضيق الأخير، بعد ذلك الضيق اللي هو التريبيوليشن الأخيرة دي، الشمس تظلم، القمر يظلم، النجوم تقع، كل القوات السماوية تبقى تتزعزع، خلاص الدنيا بتفك كلها عشان المسيح جاي. لو قالها ازاي؟ تكون علامات في الشمس والقمر والنجوم، وعلى الارض كرب امم بحيره، لان العربي بتاعها مكلكع شويه. On the earth distress of nations with perplexity، يعني الشعوب كلها مخبطه في بعض والناس مرعوبه لان الشمس بتظلم والنجوم بتقع والامواج تضيق، البحر والامواج عماله تعلى جدا، والناس بتترعب رعب أخير يخشى عليهم من خوف انتظار ما يأتي على المسكونة، لأن قوات السماوات تتزعزع، تلاقي السماء نفسها شيكن كده خلاص لأنها بتودع. نمرة ستة بقى، دي ذكرها مين لي؟ متى بس الوحيد اللي ذكر العلامة الخاصة دي، إن مع الدنيا بتقفل خالص قبل ما المسيح يظهر على طول تظهر علامة ابن الإنسان في السماء. فأول ما البشر يشوفوا الصليب في السماء، الصليب يتقدم، عشان كده تلاحظوا كل الزفات بتاعتنا الصليب يسبق الموكب، لأن صليب المسيح هيطلع السحاب ويجي المسيح وراه على طول. على طول كل القبائل هتعرف إنه بدل ده الصليب يبقى وراه المسيح، هيصوتوا بقى. ليه؟ لأنه كانوا ضد المسيح طول حياته. حينئذ تنوح جميع قبائل الأرض ويبصرون ابن الإنسان آتيا على سحاب السماء بقوة ومجد كثير. يبقى هنا دخلنا خلاص ايه؟ في مجيء المسيح. حد فاكر الستة؟ نقولهم تاني معلش، عاوزكم تحفظوهم. مبتدأ الأوجاع المجموعة الكبيرة اللي كلها موت دي، حروب، زلازل، مجاعات وأوباء، اضطهاد شديد على الكنيسة ففي استشهاد كتير،
الكرازة ماشية زي النار بتجري بسرعة قوي، وبعدين الأنتي كرايست يطلع، مش كده؟ في حاجة أنا نسيتها ولا إيه؟ وبعدين الطبيعة تبتدي تنهار، تيجي علامة الصليب، يظهر المسيح السحاب مع كل إيه؟ ملائكته القديسين. يرسل ملائكته ببوق عظيم الصوت يجمعون مختارين من الأربع رياح، ده الاختطاف يا جماعة، من أقصاء السماوات إلى أقصائها. وقالها مرقس إزاي؟ يبصرون ابن الإنسان آتيا في سحاب بقوة كثيرة ومجد، يرسل حينئذ ملائكته يجمع مختارين من الأربع رياح من أقصاء الأرض إلى أقصاء السماء. لوقا قالها إزاي؟ يبصرون ابن الإنسان آتيا في سحابة بقوة ومجد كثير. متى ابتدأت هذه تكون؟ فانتصبوا انتوا يا اولاد ربنا، ارفعوا راسكم بقى ايه بسعادة، خلصت خلاص الضيقة والقلق، وارفعوا راسكم على سبيل خلاص الاختطاف يعني، لأن نجاتكم تقترب. هنا أحبائي خلي بالكم، المسيح مش بس في الإصحاحات دي قال كده، لما كان بيكلم قبل التجلي قال لهم هتشوفوا المسيح يأتي في مجده مع ملائكته وقديسيه. فلما الرسل بصوا له كده مش فاهمين، انت هتيجي مع الملائكة والقديسين على السحاب، وشايفينه واقف بجلابية قدامهم زيهم زيه كده، قال لهم طب من القيام ها هنا قوما لا يروا ملك الموت قبل أن يروا ملكوت السماوات قد أتى بقوة. فالمسيح عمل التجلي بروفا للمجيء التاني، لأن هو كلمهم عن المجيء التاني بدري، هم مش فاهمين معقول أنت هتيجي مع السحاب ومع ملائكة في مجدي ومجد أبي، ما جابتش معاهم. قال لهم طب بصوا قبل ما تموتوا هفرجكم. فبعد 6 أيام خد بطرس ويعقوب ويوحنا وطلع الجبل وعمل بروفا للمجيء التاني، شافوه في مجده بقى، وشافوا ازاي في انبياء جايين معاه. وضحت الفكره؟ اذا المسيح تكلم عن مجيئه التاني الممجد، مش بس في اسبوع الالام زي ما احنا جمعنا كده كل دي قرايات اسبوع الالام، خلي بالكم، لا ده هو كمان اتكلم قبل كده بالتفصيل، ولما استكتروا المنظر عمل التجلي عشان يقول لهم اديكوا شفتوا ان ده ممكن يحصل فعلا. طب المطلوب ايه لما بنفهم العلامات دي؟ لان الناس بتتلخبط فيها. لا مفيش لخبط، احنا عرفنا ان احنا مش هنمشي ورا مسيح يظهر على الارض، يجي على السماء بس، وبالتالي الكذابين كتير والهرطقات كتير. طيب متوقعين حروب؟ ايوه، ومجاعات واوبئة وكورونا وكل. متوقعين اضطهاد؟ شغال على طول. متوقعين كرازة لازم نشارك فيها ونمد ايدينا؟ متوقعين ان العالم عمال ايه يقع كده ينهار الطبيعة نفسها؟ وارد، بعدين هيبان طبعا، هتيجي بقى الارتداد العظيم لما نسمع عن المسيح الكذاب ده اللي ابتدى يضطهد المسيحيين في العالم بشراسة، ويبقى من أصل يهودي ويعمل معجزات. وبعدين طبيعة تنهار، يظهر الصليب، يجي المسيح السحاب، خلاص إن كنا احنا مشينا هنيجي معاه في مجده مع قديسي، هنقوم معاه، وإن كنا عايشين هنتخطف ونطلع السماء معاه. انظروا آخر الكلام بقى إيه؟ على فكرة ده أنا بس ما جبتش غير مرقس، لكن قايلها متى ولوقا كمان. انظروا بصوا المهم إيه بقى؟ اسهروا، صلوا، لأنكم لا تعلمون متى يكون الوقت. يعني دورنا إيه بعد ما عرفنا الكلام ده؟ دورنا نسهر ونصلي، لأنه زي ما إنسان مسافر قال أنا راجع، يقول مش راجع، ما لازم يرجع. فالمسيح مسافر السماء، يحط مكان، يحضر لنا السماء ويرجع لنا. أنا ذاهب لأعد لكم مكانا، وإن أعددت لكم المكان آتي أيضا وآخذكم إلي، حتى حيثما أكون أنا تكونون أنتم أيضا معي. يبقى دي مأمورية بيعملها من التجسد للمجيء التاني. خلص الفداء وصعد لأعلى السماوات، وهو هيرجع لنا تاني. يوم صعوده تلاحظوا الملائكة لقوا التلاميذ عاملين كده وصعبان عليهم، قال لهم مالكم تبصوا كده ليه؟ اللي انتوا شايفينه طالع ده هيجي زي نفس المنظر. فاحنا على رجاء مجيئه التاني نعيش. فادانا المثل البسيط بتاع ايه؟ قال لنا ايه؟ وصل بواب يسهر. اسهروا، وما اقوله لكم اقول للجميع اسهر. بصوا الباراجراف ده فيه كم مرة اسهروا؟ بصوا كده باراجراف واحد عاد فيها الكلمة 3 مرات، وكل لما كان يجي المجيء التاني يقول انظروا لنفسكم واسهروا.
لأن الحكاية عاوزة استعداد. عشان كده احنا نيجي نقول قوموا يا بني النور نسبح رب الليل، لأنه هيجي وهيجي بالليل، سيحديك الصبح محدش عارف. مساء خلي بالكم تقسيمة الليل عند اليهود يا جماعة 4 هزايا، اللي هي على أساس اتعملت صلاة نص الليل. تدي من 6 لـ9 هزيعة أول، من 9 لـ12 هزيعة تاني، من 12 لـ3 هزيعة تالت، من 3 لـ6 الصبح هزيعة رابع، اللي هم يسموه إيه؟ صياح الديك ده 3، الصبح ده 6، نص الليل ده 12، المساء ده قبل. يعني إيه؟ متقسمة الليل. أنت تعرف هيجي إمتى؟ يجي في أي وقت. فنملى الليل صلاة، دي حكمة الكنيسة، بحيث أن ما تجيش مفاجأة، نبقى كلنا منتظرين ومتوقعين. لقى قايلها بطريقة تاني، لا يمضي هذا الجيل حتى يكون الكل. تتفسر بطريقتين. الجيل المعاصر للمسيح شاف أورشليم بتتهد فعلا، وحصل أحداث خراب الهيكل قدام عينه، والجيل بمعنى البشر كلهم هيحضروا اليوم الأخير. السماء والأرض تزول ويحصل فعلا يوم السماء والأرض تزول، لكن كلام ربنا اللي قاله لن يزول. احترزوا بقى، لازاي يسحروا كده، اوعى قلبكم يتقل مع الخمرة والسكر والهم وكده، فيجي لكم اليوم ده كبخت. لا، يجي كالفخ ده للناس اللي عايشة في الدنيا، أولاد ربنا ده المستنين اليوم ده، اسهروا وتضرعوا. ودي قراية التلات البسخ، الكلام ده كله. في كل حين لكي تحسبوا أهلا للنجاة من جميع هذا المزمع أن يكون، وتقفوا قدام ابن الإنسان. يفضلوا في حالة صلاة عشان تنجوا من كل الضربات دي، وتبقوا جاهزين لمقابلة المسيح على السحاب. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد. تعبتكم وتعبت أعصابكم. باركتنا ونورتنا يا ابونا الله يخليك. تعيش أبويا الغالي. عندنا شوية أسئلة، معلش يا ابونا. معاك يا ابونا شغال. نتعب قدسك. في كم واحد كمالة بس للأسئلة اللي قبل كده. فواحد على 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 اسبوع الالام ومعاد الباس اوفر، فبيقول Christ was crucified and resurrected a week after Palm Sunday which was at the same time as Passover. انك الدنيا ملخبطه هنا شويه، فقدسك. لا يا ابونا، لا طبعا، لا الكلام مش صح. هو حسب مواعيد اليهود في زمن المسيح كانوا بيحسبوها على 10 نيسان يجيبوا الخرفان ويدخلوا، ده كان يوم حد الزعب بالنسبة له، وعلى 14 نيسان يبدأ طقس ذبح الخروف. فهنا اللي حصل وقت المسيح إن كانت ماسكة على الطقس اليهودي، يوم 10 الخرفان دخلت، ودخل المسيح كأنه خروف يعدل الذبح. عشان كده كنيستنا من بعد حد الزعف ما تعملش قداسات، لأن الخروف تحت الحبس. لغاية الخميس اللي كان معاده 14 نيسان يبدأ إجراءات الذبح، يكمل يوم الجمعة. فمن هنا الحقيقة المسيح ما كانش في حد زعف، هو كان 10 نيسان ده كان بس معاده، وكان الصلب الجمعة، لكن الحد التاني هو القيامة. المسيح أصر يقوم يوم حد عشان يغير من السبت للحد، عشان يبقى يوم الثامن تبقى بداية بشرية جديدة، وهذا هو اليوم الذي صنعه الرب فلنفرح ولنبتهج فيه. فهو احنا يوم السبت خربناه بالخطيه، فالمسيح دخل عالمنا وعمل يوم جديد جدد فيه الطبيعه البشريه، واصبح يوم الحد هو احتفال المسيحيين. برضو تعقيب على سؤال، على اجابه قدسك في سؤال قبل كده، كيف ان صلواتنا من اجل الذين سبقونا تكمل توبتهم، اذا كنت فهمت قدسك صح؟ بص، هو المقصود بيه ايه؟ دي برضو علقوا عليها اباء. اولا احنا بنصلي للراحلين لان تربطنا بيهم محبة. يعني هل المحبة تتوقف بالموت؟ لا، لانه المحبة قوية كالموت، في نفس الوقت المحبة لا تسقط ابدا. هل ممكن واحد فقد ابوه او امه اقول له بطل تحبه؟ طب اذا كان عايش بروحه، يعني المدة ما جاش غير على جسده، طب هيبطل يحبه ليه؟ لسه الحب شغال. طب يخدمه ازاي عن حب؟ مفيش غير الصبر.
احنا بنصلي لبعض لان تربطنا ببعض علاقة محبة. اباء الكنيسة شافوا بحكمة تكميل التوبة معناه ايه، معلش برضو خدوها بتحفظ شوي، انه زي أشيط الراقدين ابونا يصلي على المتوفى يقول ايه، انت يا رب تعرف ضعف البشرية ونقصها، وليس مولود امرأة يتزكى امامك، فسامح يا رب عبدك فلان لو كان قصر في حاجات وملحقش يتوب عنه، لو فلان ده سكته مع ربنا وبيحب ربنا وماسك فيه وزي اي واحد له ضعفات. الكنيسة هنا زي ما بتصلي لكل الناس وصلواتها مقبولة، صلواتها هنا هتبقى مقبولة لان اتجاه هذا الشخص كان لربنا. لكن في واحد لن يستفيد من صلاة الكنيسة لانه كان ضد ربنا، كان ضد التوبة، فهنا صلاتنا مش هتنفعه في حاجة. عشان محدش يقول ان الكنيسة هتطلع واحد من الجحيم تدخله الفردوس، طبعا ده مفهوم خطأ، لكن اباء الكنيسة علمونا وجابوها كمان من نص في تيموساوس لما بولس بيقول ليعطي الرب رحمة لأنيسوفورس، ترحم على انسان رقد، فكونوا طلب الرحمة الانسان يبقى في حاجة اسمها ايه، الله يرحم فلان، يبقى في صلاة طلب رحمة. طب هو بولس بيقول كلام في الهوى، وده موجود في الإنجيل. تفضل يا أتصور. برضو تعقيب على إجابة قبل كده على موضوع جسد العضلة، فبيقول Jesus took the virgin when she died. Why you say she will arise again like us in the second coming؟ أيوة، هو احتراما لجسد العذراء خد جسدها وهي ميتة وخدوا السم، لكن العذراء ما قامتش من الموت، العذراء هتقوم من الموت يوم القيامة زي كل الناس، لكن كرامة جسد العذراء اللي منها تجسد المسيح ما احتفظش بيه على الأرض. يعني إن كان جسد موسى خباه ربنا، طب بالأولى جسد أمنا العذراء ده له كرامة خاصة، فكجسد له كرامة لم يتحلل وخده المسيح أخفاه في السماء، لكن مع مجيئه التاني تقوم العذراء عادي، جسدها يقوم زي كل الأجساد. سؤال في حتة أبولوجيتكس أكتر، بأي جسد يقوم الأشرار؟ ولو العقاب والنار حرفيا، كيف تقبل الكنيسة هذه الفكرة بدون عثرة أن الإنسان الذي لا يقبل المسيح يعذب حرفيا إلى الأبد؟ أوكي، طبعا ده سؤال برضو طويل يا أبي وليه محاضرات خاصة بي، لكن خلي بالكم يا أحبائي، أولا إحنا ما ينفعش نغير في كلام قاله المسيح، لأنه قال إن في عذاب أبدي، وقال النار لا تطفأ، فالأباء فهموها إن العذاب مستمر. في نفس الوقت ما معنى جسد يقوم بشكل مستمر؟ إحنا بنسمي جسد المؤمنين جسد ممجد أو مستنير. طب ما أنا هسألك سؤال تاني أو هسأل السائل، يعني إزاي جسد بدون أكل وشرب هيستمر آلاف السنين؟ حاجة فوق العقل. كذلك جسد هيدخل النار وما يتحرقش ويخلص في دقيقتين تلاتة، برضو حاجة فوق العقل. فزي ما الجسد الممجد بدون أكل وشرب سيستمر في حالة ممجدة دائما، الجسد الآخر سيستمر في عذاب دائما. دي أول حد. طيب هل يتناسب خطأ الإنسان مهما كان حجمه مع عذاب أبدي؟ أولا رجوعا إلى نص الكتاب، المسيح قال عذاب أبدي، وحاشا للمسيح أن يكون ظالم لأنه مش إرادته هلاك الناس، لكن هم عاوزين ياخدوا إيه، الغلطة والعقاب على قد الغلط. هديكم مثل يا أحبائي، إيه رأيكم في واحد دخل ضرب واحد بالرصاص، خدت قد إيه وقت؟ ثانية. الرجل ده مات، عياله تعذبوا بقيت عمرهم، فقدوا أبوهم، يبقى غلطة ثانية عملت عذاب سنوات، مش كده؟ فما تقولش هو غلط في ثانية يبقى النتيجة ثانية، لا مش شرط. أو واحد ساق بسرعة شديد وخالف القواعد،
اتقلبت العربية في لحظة، طلع مشلول، بقيت عمره كله مشلول. هل تتناسب لحظة الخطأ مع نتيجة الخطأ اللي خدت 30-40 سنة في حالة شلل؟ الغلطة كانت في ثانية. إذا ما أقدرش أقارن أن الخطأ كوني في زمن محدود مفروض يبقى العقاب زمن محدود، لا، ما هو الاتفاق من الأول. هتتعب في حياتك الأرضية، الثواب أبدي، وهتغلط في حياتك الأرضية، العقاب أبدي. إذن ربنا فير، زي ما هيعمل مع الأبرار ويدي أبدية، هو عاوز كل الناس في الحتة دي، كذلك الأشرار نبههم بدل المرة مرات في عذاب أبدي في حالة مستمرة. كمان في نقطة كمان، وإحنا داخل الجسد قابلين لتعديل المسار في كل لحظة. يعني أنا قاعد معاكم دلوقتي، هقدر أقفل الكمبيوتر وأقوم، ممكن أصلي، وممكن أتخانق مع مراتي بس، يعني ممكن أعمل حاجة صح، ممكن أعمل حاجة غلط، مش كده؟ طول ما إحنا في الجسد بنغير، أقدر أتوب وأقدر أمشي غلط. لما بخلع الجسد، الروح الحالة اللي بتطلع فيها بتستمر فيها، زي الملائكة. الملائكة ما كانش عندهم تغيير كل شوية، هم وانس اختاروا ربنا بقوا أرواح ملائكية تدوم للأبد في السعادة مع ربنا، الشياطين هيدوموا في الشر إلى الأبد. فإحنا مع خلع الجسد الحالة اللي خرجنا بيها نستمر فيها. في حالة مصالحة مع الله يبقى ارتصاقنا بالله يدينا النعيم أبدي. في حالة رفض لله يبقى بعدنا عن الله معناه ظلام أبدي وعذاب أبدي. يبقى دي نتيجة طبيعية لاختيارات الإنسان. كمان، هل الإنسان خد الفرصة مرة؟ الإنسان خد الفرصة ملايين المرة. طول حياة الإنسان عمال ياخد في فرص، والغفران سهل جدا. يعني اللص اليمين ضيع كل الفرص، لحق آخر فرصة عدلت معاه. إذا ما نقدرش نقول إن في ظلم في الموضوع، لأنه الغفران سهل والتوبة متاحة طول العمر، وربنا بيشيل كل الخطايا بالإيمان والتوبة. كون واحد مصر على تحدي الله وبعد كده يحاسب ربنا يقول له جبت لي عذاب أبدي، مثل الغني والعذر يأكد الموضوع، أن ربنا يسوع وضح أن في نهاية، في وضع هيستمر. قال له أنت الآن تتعذب وهو الآن يتعذب، خلاص ده وضع مستمر. قال له طب نغير، قال له مش هينفع تغيير أي أوضاع بعد كده. برضو الموضوع يطول شرحه لأنه دي قضية دفاعية فعلا، لكن الأباء أصروا أن في عذاب، وعذاب حقيقي للأشرار، زي ما في نعيم وفرح وهناء حقيقي للأبرار. سؤال تاني صغير، حسب فهمي قدسك قلت أن الشيطان مربوط بعد صلب المسيح، فما الفرق بين حرب الشيطان للمؤمنين قبل وبعد الصلب؟ قبل الصلب كان الشيطان بيسيطر أكتر، وقبل الصلب كان الإنسان ما بيقدرش يمشي صح، فكانت التوبة محدودة جدا، وكان تغيير الناس صعب جدا. تجسد المسيح، ويريدكم تقروا تجسد الكلمة للقديس أثناس، لما المسيح دخل عالمنا إدى قدرة للبشر وسلطان خاص به هو. عشان كده بنقول إن المسيح غلب الشيطان في الجبل لحسابنا إحنا، وانتصر على الشيطان على الصليب لحسابنا إحنا، وإدانا النصرة دي. فكنا النهاردة مسيحيين شايلين روح المسيح، إحنا لينا سلطان على الشيطان، وده اللي يميزنا عن العهد القديم. أبرار كانوا يشتهوا ما نحن فيه، لأن ما كانش عندهم الفرص دي والنعيم ده والامتيازات دي كلها. كان زمان الشعوب الوثنية مضللة، ما كانش سهل عليها تعرف ربنا أبدا. حتى نينوى اللي تابوا على يد يونان ما فاتش كم سنة رجعوا للوثنية تاني. النهاردة بصوا بقى المسيحية غزت العالم إزاي، ونقول الرسل فتنوا المسكونة، وبعدين أجيال بتطلع مستمر، وكنايس مفتوحة، وشهداء بالملايين. كل ده مش موجود زيه في العهد القديم.
ففي فرق واضح في قدرة سلطة الشيطان على الناس، لكن ما نقدرش نقول انه ما عادش في شيطان خالص، لان ده كلام حتى مش واقعي، واضح ان لسه في شر. دي حتة صغيرة من عندي أنا يا أبونا أخطيت، يعني برضو الحتة اللي موجودة إن المسيح أخرج شياطين كتير، ففكرة أيوة. إن الناس كان الشيطان بيلبس الناس كانت موجودة بالأكثر في العهد القديم، مظبوط، لكن ما حدش بينكر إن هي موجودة، لكن قل مش زي الأول. مظبوط يا أبي، تعيش. طيب سؤال، إذا كان مصير الإنسان يتحدد وقت خروج روحه من جسده، إما الفردوس انتظار الأبرار أو الجحيم انتظار الأشرار، فما هو دور الدينونة في اليوم الأخير؟ وهل الدينونة تشبه المحاكمة بمعنى أنه ستكون للإنسان فرصة للدفاع عن نفسه أم فقط للنطق بالحكم؟ هم سؤالين في بعض. هي ببساطة يا أبي إعلان النتيجة يوم الدينونة. يوم الدينونة هو إعلان نتيجة، يعني فعلا الأخ بيسأل سؤال صح، النفس وانس خرجت من الجسد عرفت، خلاص عرفت المصير. الناس مش عارفة المصير، يعني في واحد تنيح، عندنا أمل أن يكون دخل الفردوس، هو عارف، احنا لسه مش شايفين. يوم ما جه المسيح السحاب كل النتائج تعلن قدام كل البشر، فكل الأبرار شايفين بعض ومع بعض، كل الأشرار شافوا نهايتهم ومع بعض. زي إيه؟ تشبيه بسيط كده بس اللي عاشوا في مصر فاهمين اللي هقوله. الامتحانات في مصر كان زمان في الكليات تخل تكتب الامتحان وتطلع، وانت طالع من اللجنة بيبقى الواحد عارف انه ايه، يلبخ وهيسقط يعمل كويس. فكنا نسأل بعضينا في الكلية عملت ايه، يقول لك سقط يا عم، لسه النتيجة. النتيجة كانت تطلع تتعلق بعد الامتحانات بشهر، لكن اللي طالع من اللجنة بيبقى مبسوط وناجح او كئيب وساقط، بس لسه النتيجة واضحة. فهي حاجة شبه كده، النفس خرجت عرفت خلاص، فرحانة مع ربنا، يبقى كده يبقى اختال الأبد. عشان كده نقول عند مفارقة نفسي من جسد احضاري عندي يوم النور، خليكي جنبي في اللحظة دي. لكن يوم دينونة الفرز بيحصل، يعني ايه؟ خلاص ده مكان وده مكان ومش هيتقابلوا تاني أبدا. ويوم دينونة في مكافأة الأبرار ان هم يقوموا بجسد ممجد، ودخول الأشرار لبحيرة النار اللي هي بداية العذاب الأبدي حتى جسدي. معرفش بانت ولا لا؟ بانت. أنا برضو سوري حتة صغيرة من عندي، إن أنا كنت سمعت برضو إن زي ما الجسد كان ليه دور فلازم يبقى له ثواب ويبقى له عقاب، فالفاينل ريزلت إنه بعد ما الأجساد تقوم. مظبوط كده يا أبي، لأنه ما ينفعش الجسد اللي صام وخدم وتعب وتعذب من أجل المسيح لا يكافئ، والجسد اللي عاش في زنا وملذات أرضية وظلم للناس الجسد ده كمان ما يتعاقبش، وإلا يبقى ربنا مش عادل. لو الثواب والعقاب نفسي فقط يبقى ربنا مش عادل. سؤالي تالي تجاوب ضمنا، بس إذا كانت الدينونة للعالم كله في نفس الوقت مع المجيء الثاني، فماذا يحدث لمن انتقل قبل المجيء الثاني؟ ما هي نفس الكلام اللي قلناه يا ابويا، اللي انتقل مصالح المسيح يبقى فرحان ودخل الفردوس، وهيقوم من الأموات يوم المجيء الثاني عشان يدخل الملكوت مع المسيح. آخر سؤالين، أنا عارف إحنا مطولين على أودسك يا ابونا. لا العفو يا ابونا، أنا ما فرحان بك. The Catholic Church believes in the purgatory for minor sins instead of eternal suffering for minor or stupid sins. Sorry في الكلمة اللي قريتها زي ما هي يعني. Yes. بصوا يا جماعة، البرغاتوري دي فكرة دخيلة على المسيحية، والبعض بينسبها لأوريجانوس والبعض بينسبها للقرن الاثناشر، وهي فكرة غريبة وخطيرة جداً. وياريت اللي منكم مشغول يقرأ كتاب البابا شنودة عن المطهر والرد عليه، لأنه مقنع جدا. أولا معلش هقولها كمثل لأن الأمثلة
زي ما كان المسيح بيعمل بتبسط الفكرة. لو أنا عندي واحد من ولادي داخل الامتحان وبعدين جيت في ودانه قلت له على فكرة في ملحق، كأني بقول له إيه؟ كأني بقول له ما تتعبش وما تذاكرش، مش كده؟ ليه يتعب ويذاكر طالما في ملحق؟ خلاص يا أخي، ربنا يسوع ما فتحش باب الملاحق دي خالص، كلامه كان قاطع في عشرات المواقف والأمثلة أنه ونس العمر خلص، خلصت الفرص. ففكرة أن في فرصة تغيير المصير أو توبة بعد الموت ده يتنافى مع كل كلام الإنجيل، لأن الوضع بعد الموت غير قبل الموت. طب أنا قبل الموت عندي جسد وعندي غرائز وعندي حواس وعندي، فهنا بغلط بمية طريقة وبقدر أتوب، لكن بعد الموت هتوب إزاي؟ من غير جسد يصوم إزاي؟ ومن غير عين تبكي إزاي؟ يعني إيه هتوب طيب؟ في نفس الوقت القصة دي أساساً لما تدرسوها تلاقوها مرتبطة بأخطاء أخرى في المجتمع الغربي الكاثوليكي، يعني دخلت على حاجة اسمها زوائد القديسين، إن القديسين عملوا بزيادة فبقوا إيه؟ زي اللي مدينين ربنا، فممكن يديك حتة كده عشان أنت مقصر جامد، طب يغطي لك على حتة صوم هو صايم بزيادة. في حاجة اسمها كده في المسيحية؟ ده لو عملت كل البر قولوا إنما نحن عبيد بطلون. فعملية تقييم الحسابات إن في زيادة وفي ناقص ونظبط ده ازاي، طب ايه رأيك تتلوى في النار شوية عشان ايه نشيل لك كام غلطة، الكلام ده ما جاش خالص في لغة المسيح ولا تعليم الرسل ولا فكر الكنيسة الاولى خالص، ما جاش ابدا. ابتدى يجي مع القرون اللي دخلتها فلسفة واجتهادات بشرية، وده تعب الكنيسة جدا. فالمطهر لا اساس له، وطبعا في بعض الايات اللي بتستخدم خطأ، لكن هي في الأصل حتى الآيات اللي بتستخدم دي لما تقروا الآباء قالوا فيها إيه، ما سمحتش خالص بفكرة المطهر دي. ده باختصار، لكن الموضوع طويل. Thank you أبونا. آخر سؤال so far، بس يعني حد English speaker، فإيه في ثلاث different terms للملك الألفي، في pre-millennium وفي post-millennium وفي a-millennium، فايه الدنيا ملخبطه معاه شويه، فانا مش عارف. لا يعني بص حبيبي، هو احنا according to the revelation chapter 20 it was written 1000 years، it wasn't you know defined by another term، it was written like 1000 year، so what they may call it, that's kind of explanation or commentary, but the exact word given by John, the writer of the book of the Revelation, was 1000 years. So we need not to define which term is, you know, more accurate, but the most important thing to understand the meaning as we said it according to the fathers of the church. The apostolic churches believe that the 1000 years of the kingdom of Jesus Christ is now. It's the kingdom of God inside the heart, inside the church, from the minute of his crucifixion to the last day of the end of this world. فده المهم في الموضوع. Sorry, يعني I'm not, يعني مش عارف قوي أقول لك أنهي كلمة الأدق. أنا فارق معي إن المعنى يكون وصل بس. سوري، سؤال تاني على رؤية دانيال، قلت تتكلم على 1260 يوم وما دول اللي متكررين برضو في سفر الرؤية. بس في 1290، أنا مش عارف إيه 1260 وال 1290. بص يا بونا، دي في دانيال، الاختلافات دي جت في دانيال. وليها تأملات عند الآباء، إنه البعض بيحط جزء خاص بيزود بعض الأيام الريليتد لأخنوخ وإيليا على الفترة الأساسية، يعني دي لما تبحثوا في تفسيرات دانيال تقدروا تشوفوها.
بس أنا ميال زي أغلب أباء الكنيسة يعني أنه حتى الأرقام دي لا تؤخذ حرفيا، هي معناها أنها فترة ربنا حسبها بدقة عشان شعبه ما يتعذبش زيادة، وأن بعدها في نهاية للشر. ف let's take the meaning مش الديتيلز، لأنها مش هتفرق معنا كتير. تعيش وتعلمنا دايما يا ابونا، بركة كبيرة ان قدسك كنت معانا وتعبينك بأسئلتنا. تعيش يا ابونا الغالي، محدش سأل حاجة تاني، فايه هنضطر نخلص بدري 5 دقايق. طب دي حاجة كويسة جدا. لا لا، بشكرك يا ابونا الغالي، ابونا مكاري، تعيش يا أبي. أشكركم كلكم على طولة بالكم، وأتمنى أكون حاولت أغطي المواضيع دي، لكن أدعوكم طبعا تبحثوا أكتر في كتب رائعة، أبونا تدرس يعقوب، البابا شنودة، الأنبا بسوي، الدكتور موريس توادروس، في مراجع كتيرة قوي بالعناوين اللي أنتوا طلبتوها دي، وكلها بتقدم فكر الكنيسة النقي وبترد على الاعتراضات بكلام منطقي وعلمي ومقنع يعني. فربنا يحافظ عليكم كلكم ويبارك خدمتكم. في سؤال وصل لسه دلوقتي، معلش يا ابونا، على علامات النهايه. على علامات النهايه بيقول في يوجد راي في بعض الكنائس الاخرى يقول ان السيد المسيح يعطي فرصه اخرى لليهود حيث انه شعبه المختار، ما راي قدسك في هذا الموضوع؟ لا، انا ما قلتش نقطه فعلا ممكن تستحق الذكر، هي أنه عودة البقية من اليهود قبل نهاية العالم دي بس محسوبة ضمن الإطار بتاع الكرازة بالإنجيل. البقية، كلمة البقية جاية في الأنبياء الصغار كتير، واليهود الأنبياء والرسل عندهم إيمان فعلا واستلمته الكنيسة أن اليهود في آخر الأيام بالذات بعد الأنتي كرايست هيرجعوا كلهم للمسيح قبل ما جيئوا على طول. فدي ممكن تعتبروها ضمن موضوع الكرازة بالإنجيل، أو مع نهاية الأنتي كرايست كل اللي كانوا ماشيين وراه هيرجعوا للمسيح. موافقك على الرأي ده، وده رأي مظبوط فعلا. تعيش أبونا تاني. موجود طبعا في روميا 11 بالتفصيل كمان. ألف ألف شكر يا ابونا، صلواتك ودعواتك دايما، قدسك تختم لنا بالصلاة. شكرا لك يا ابونا الغالي. طيب حللني يا أبي باسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نشكرك يا إلهنا الطيب على نعمتك وعلى كلامك، نشكرك أنك ربتنا في كنيسة غنية فهم كلامك وحباك، ساعدنا يا رب نعيش منتظرينك، علمنا يا رب نسهر على حياتنا وأولادنا، علمنا نتمتع بالملك الألفي اللي احنا فيه، نمسك الصليب علامة ملكك ونقبله ونسجد ليه، لأنك بيشترتنا من العالم وديتنا السلطان على الحياة والعقارب. خلينا مشتاقين يا رب نيجي معاك على السحاب في اليوم الأخير، أو نخطف معاك على السحاب ونتمتع بالأبدية في حضورك وحضور الملائكة وكل الأبرار. سامحنا على كل شر في حياتنا وكل كسل وكل ضعف وكل تقصير، بارك ولادنا وأحبائنا، اسمع كل صلواتنا، ارحم العالم يا رب من الوباء والغلاء والجلاء وسيف الأعداء وكل أمر رديء، لأجل أمنا العذراء بركة يوحنا الرائي وكل قديسين. اسمعنا لما نقول لك بالشكر، أبانا الذي في السماوات، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا.